الشيخ بعد توقف بسبب جائحة كورونا يعود للاشتغال والظهور بمدينة طنجة بمسمى السنة الأمازيغية الجديدة 1973. تظاهرة ديال هذه السنة ستكون مليئة يعني بندوات علمية وأيضا بفقرات فنية وتراثية. سيتم افتتاح بحضور شخصية باشيخ تراثية مرفوقا بإيقاعة الهيت الصنهاجي. سيكون هناك معارض بالموازات يعني على هامش المهرجان، معرض للمنتوجات الأمازيغية، معرض للكتب الأمازيغية، وكذلك معرض للفن التشكيلي بمشاركة فنانين ينحدرون منطقة صنهاجة على رسم فنانة هدى الخمديشي، توحيد الحبيب، وهشام متغي. بعد ذلك سننتقل إلى جلسة علمية دولية لمناقشة ندوة تحت عنوان مساهمة الأمازيغ في بناء حضارة الأندلس بمشاركة أساتذة جاءوا من فرنسا، من إسبانيا، ومن المغرب كذلك. في الحقيقة التحدي ديال أي مهرجان كيف ما كان ولا أي نشاط ثقافي هو غياب الدعم العمومي، لأنه الحصول على الدعم في المغرب لا يعتمد على يعني مسائل دقيقة جدا. فالدعم هنا في المغرب يعطى يعني للجهات التي لها يعني علاقات مع أشخاص يسيرون المجالس الجماعية أو مؤسسات عمومية. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.